بس برضه شوف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي وحبايب قلبي المتابعين. طبعا يا جماعه انا على السريع كده وقلت فيديو على السريع لان انا جاي لدجاج الفجر يجوا بالسلامه ان شاء الله، فكنت لازم اعقم بالنار، اطهر بالنار يا جماعه نفسي كده تمام. النار فيها فوائد عديده كده تمام. النار وتعقيم النار ده كويس جدا. ليه؟ انا عاملها للبيض، انا عامل دول علشان الدجاج اللي يجي يبيض. شوفوا اي حاجه بتتحرق بقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا لازم اشتغل بايدي يا جماعه، حبيت اكون انا اللي بعقم علشان اوريكم طريقة التعقيم كويس تمام. اي حاجة متزخنقة كده يا جماعة، وتاخدوا بالكم لحاجة تلقط منكم، انبوبة الغاز تكون بعيد. اهم شيء يا جماعة وعاوزك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واصحى يا غاوي. اوعى تكسل، شوف هتكسل هتيجي على دماغك، هتقول مثلا مش شرط اعقم بالنار ومش شرط اعمل كذا ومش شرط اعمل كذا، والله انت الخسران في الاخر. بس عارفين بعد كده هشتغل بال فوركن اس، اي معقم فوركن اس تمام. وممكن انا بنطق اسمه غلط يا جماعه بس مفيش مشكله. اي معقم من عند البيطري يا دكتور، انا عاوز معقم لارضيه المزرعه. بعد ما بخلص بالنار تمام، بعد ما بخلص بالنار بعقم المزرعه بفوركن اس او اي معقم من عند البطل. مش شرط اطلع فوق، ممكن اخر كده. عارفين الجير، الجير الابيض، الجير الابيض ده يا جماعه كويس جدا برضو. بعد ما بخلص تعقيم بالنار انا برشه ده الوقت كده، كل شيء بيتطهر شايفين كل حاجة بتتحرق بالضبط. وتاخدوا بالكم، تاخدوا بالكم ممكن يجي مشكلة. بدقة كده وبمعلمة كده تطهر الأرضية كويس جدا. طبعا مفيش أقوى من النار، بتطهر اي حاجة وبتقطع على اي حاجة. ده الطريقة وده الشغل. ماشي بس برضه شوف هذا شغل تكون عم تسحب الدجاجة الديتول. مش ديتول، مش ديتول، معقم. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، برجاك اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك. ولو في أي استفسار أو في أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات. السلام عليكم.